عايز ادري عنك بس مو بك والله شخص انا ما اضحك مو بجيجا ميجا اي ميجا صحيح انت اللي قايل ها ولا سعيد انا قلت لك قبل البث بس انا اتذبح ميجا شيء ميجا شيء اضويق انا تمام شباب يلا جدول خلنا نشد الشاره اضويق انا لازم حلق بفنك لازم صبح فضاءت النجم والياس عالي فيني بطني كيف فيني بطني الحقيقه انت تدور عذر من اول والله من يوم لبست دي البدله والله قسم بالله كنك مقاومه من شقه من زمان والله لو تدري يا عبد الرؤيا كنك والله لو تدري ايش سووا كنك مقاول وصف بنودخ يسوى بس حلو طاقي عليك مقاول يبني لك شوي يبني ويجبط يجبط علمك علمك علم الحين علمك بيني وبينك علم يا وائل لا عاد تسوي كذا ابو راشد علم علم الحين سالنا سؤال والله يعني السؤال اللي سالتني ما لنا مصدرات فيكم اخ ايش عميقه ذي ضيع بين ابو راشد ووائل يا الربع انا مستغرب من يا اخي اسكت انت اسكت عطنا سؤالك اللي قبل تراني بقوم عليك جنبي بس بقوم عليكم ما هاي وايد هلا يا ابن عمي تدري وش الغريب في وايد وش الغريب عشان انت سالم خشم ولا كذا وش فائده صيام عاشوراء ولا راح عاشوراء صح شوفوا انا تراني ادرم ربع توديني ولا ثقافي ولا ازلي والله احنا بما ان في قريه في قناه محافظه نبي شيء محافظ طيب وانت صراحه اكتشفتك المحافظ ما هو مداوم راح افضحك بس ترى عليه لا لا في المحافظه افضحي المحافظ ما هو مداوم الحين اجحد على فراجي لا لا ما يطلع اجحد يا اخوان عامر السلام زعلان لازم نرضيه جعله ما يرضى جعله ما يرضى ايش عامر زعلان هري شرعي اسمع اسمع ايه معليش ابو امجاد بترضى ولا اضرب براسك في الصبر مال انك ما تدري ايش تسوي والله لو تدري تزعل ولا يجي يمكن البث عليه تفضحنا والله ان ابو الويش يا والله انا اقول لو فضحنا فانتم تستاهلون مين قال لك تعلمون ابو امجاد تعلمون لسانك انت اللي علمني والله اني ما علمتك علمت اليوم قلت كلمتك يا اخي عندي قلت خلاص ما يحتاج ايش قال لك ايش قال لك ابو امجاد ايش قال لك وايل يوم علمك ما بيني وبينك تحاك يا ابو غطاس بالله ترى بيطلعون برا البرنامج ليه استبعاد ابو راشد والله استبعاد الحركه اللي سويت والله يا عبد الله تهديد اذا واحد ضرب واحد استبعاد صح بس عشان لا اطمنه انه خسر في امان لا والله ما علشانه انت خسرت اقول انا مرضين عليه اقول والله قول قول هذا اخوي الصغير اللي يمسك عليه لطمتوه ليش انت حد لا لا طيب اقول ولا ما اقول سعيد اقول سالم بن عبيد شيء طبيعي يا اخوي ايش؟ كن متقبل لهذا الوضع. ايش؟ انت ضد سالم عبيد انك تنهزم. ضدك بايش؟ يا رجال بدر عسف ابو منقود ابو ابو البيتزا سوينا تميس ما هي بيتزا. سويت تميس. يوم قلت حتنجح. هلا 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 ابو مدوخ هلا هذا الشاي هذا هذا هو. ابيك هوا. خالد نبي محور. اجنبي حاضرك بلوذه تدور شاي. محور اجنبي. الربع تدرون انه يبدا البرنامج ما يرقد الا ساعه واحده الذيب هذا. ليه؟ يا رجال والله نحن نرقد كل بينا وحنا عندنا الخرطي اول انا واقف بدو اخي سعيد القحطاني والله انا بسم الله عليك استغفر الله ادى ادى لا لا والله نكره الذيب يا يما حوا والجب يا استغفر الله شو تدور الوضع ادور جراب اخوان ابو الهاشم جاسنا وضح اخوان ابو الهاشم جاء ترويع المؤمن لا يجوز ابو الوش جديد انا اوريك تقدر سالم يا ليل ابو لم عبد الرحمن يلا سالم قم عبد الرحمن السلام سالم سالم يا ليل ابو لم يا الله سعيد هلا ابو امجاد هلا حبيبي يا كبر كاسر شوفه يخلص بسرعه الله ما وش سوى طاير حبك الله ما وش سوى قناديل العزم احترقت كل شيء يضوونها يطفونها يضوون والله 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 ايه الله يبعد خلاص ضبط ضبطه ليش طافي مايكك امسك على الحين اسوي لي سوفت وير طفي مايك عشان لا يدرون ايش اللي سواه عبد الرحمن هاي ابو هاشم خلاص عبد الرحمن لا اعلن انشقاقي عن الحقيقه الغائبه الله اكبر تمام شق الله ليش فرح شق الله حلقه امين من الله يعني حرمك الله لما اشداد انا صراحه اليوم والله اني ناقد عليك نعلن ارسال عضويه شرفيه لابو امجاد طول عمرك مجلسنا ان شاء الله يا الربع انا ابي احد ياخذ بعدين ليش ازرق وانت بقلوب انا كلنا بالله دقيقه غايبه الله يحييك عبد الله خلنا نوظفك بدل هذا المواطن لا لا انا ما اتوظف انا ما اتوظف المعلومه فصلنا ما هيك كذا ودي انا اوظفه ليش لابس ازرق مالك علاقه كنب صار مالك علاقه يا ساره مجلس ابشر والله بستاره مجلس خليها الاسره خاصك كنجا مع الهجوم حاول تنشق مع الدين خله
خليه حاول تسجل هناك يا ابو راشد مرتبه كامل وظيفه مفصوله ما مدان مفصول ما مرتبه بس صندوق وايل 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 حبيبي انت مفصول آه آه اسمع اسمع يعني كان اشغلنا لا تضر عندك محور اليوم كنا بيستضيف انا عندي دفاع يا ابو يا ابو ابراهيم يا دبت سبدك دبدار نواف انت قلت نواف اللي بيسوي انا وياك خطه سلم عليك الله حقك يا رفاق المجد ان الله يعافيك والله ما رقدنا زين ابغى مداخله في حامض حلو يا شباب يا اخي هذا بيهدد قول قول والله ما حد حولك ترى موضوعك بايخ جدا والله ما هو بايخ لا تعيش في وهم والله ما هو والله بايخ والله يقول لو اللي قلت لي اتحداك تقوله والله ما هو بايخ ايش هو اعلى ما في خيالك اركب انت وياه يلا ايه قول يلا قولها حامض حلو عندي مداخله الان قولها الان قولها لا لا قول علينا لا لا مداخله لحامض حلو عشان اذا صار شيء اتمنى اذا صار شيء اتمنى ما تنزل دمعتك خلاص والله انت ولا شيء والله ولا تنزل والله انت علامات الذين الذهانه اسلم وابرز علامات الذين التلفات انا شايف الله الله كذا نواف حافظك بالمويبان ولا استعانه هل ما عندي وهل ما اقدر وهل هات الله هات سعيد هات قدر هات عشا هات قدر عشا هات قدر هات شوف انت وياه هات شوف اتحداك اتحداك والله يا ابو امجد شنبك داح احلى هو لك انت والله انا عندي مداخله لا لا تحلف معي يمكن اذا سمعوها مني هنا بالله العظيم والله ابو بندر ابو بندر يمكن اذا سمعوها والله واجد فعلك قريب يا ابو بندر انت منو عطني اسمك انت شتبي انت منو اتكلمني علمك اتكلمني انا علمك اتكلمني انا تقدعون عند اتكلمني انا انت منو رجع طيب يا ارانب اقدر ملرنا لا تنطون ملرنا احد يهددكم ملرنا اما تسوي فعل وتكون قده ولا تنطون اصلا اعزائي المشاهدين انا اعتذر لكم عن النوعيات الفاسده الخايسه هذه ولا لا طقيه حط طقيه عادي اقوم والله خلاص انا انا اقول انا كل ما قلت لي عدلت خربت نفسي انا مع هذا ما احاول جيتك انا ادري على رمج شرها شفت يا ابو مدوخ انا بلبسها انا هذا مو قاعد مندوخ انا اعتذر صراحه الفئه العمريه هذه اللي جلسه كل مره تصغر وانا والله كذلك توكل على الله يا والله ما لومك الكلام هذا روح روح والله ترى هذا حيل ضعيف هج يوم درى ان الموس وصل شاربه غلط انا اسف شو النظرات افا يا نواف ما وصل شاربه انا اسف الحب لا 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 نواف تكفى والله